كشفت مصادر مطلعة لشوف تي في أن الفرقة الوطنية أوقفت صباح اليوم الخميس رئيس القسم الاقتصادي بولاية مراكش أسفي متلبسا بتسلم مبلغ مالي القدر ديالو 12 مليون سنتيم بمكتبها. وأفادت نفس المصادر أن عناصر الفرقة الوطنية باشرت تحقيقاتها مع مسؤول كبير بولاية مراكش ومواجهته بالمشتكي وتعميق البحث معه بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة. وأضافت ذات المصادر أن المعني بالأمر ضغط على أحد الأشخاص لتسليمه المبلغ المذكور قبل أن يربط هذا الأخير الاتصال بالرقم الأخضر للنيابة العامة، وبتنسيق مع الوكيل العام للملكة تم نصب كمين انتهى بإيقاف المعني بالأمر واقتياده إلى مقر الشرطة لإجراء التحقيقات الأولية معه قبل وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية في أفق عرضه على أنظار العدالة لمحاكمته من أجل المنسوب إليها.